ما هو جديد ومن زمان حنا معك ونعرفك تعرفنا انت يا رمضان بالقلب. كل عام وانتم بخير شباب، يعطيكم الصحة والعافية. Thank you. احنا هدفنا ان نغطي اكبر عدد ممكن من الناس ونعطيهم شيء يتصبرون به على ما يوصلون الى بيوتهم. شكرا. الفعالية هذه هي احد فعاليات الجامعة العربية المفتوحة ولا تهدف الى خدمة مؤسسات المجتمع المدني. طبعا هذه الفعالية خلقت لنا جو من التعاون وروح الألفة بين طلاب الجامعة، والله يعودنا وياكم كل سنة وكل سنة. تقبل الله طاعتكم وصيامكم.